أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزام الولايات المتحدة الشامل والدائم بدعم انتصار أوكرانيا في أزمتها الراهنة مع روسيا. كما شدد بلينكن على أن واشنطن ستكرس جهودها لمساعدة الشعب الأوكراني وإعادة بناء الدولة من الدمار الذي لحق بها جراء العملية التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبرا وبتروفسك الأوكرانية أن القوات الروسية أطلقت ما يصل إلى 40 صاروخاً على مدينة نيكوبول. وقال المسؤول العسكري إن هناك أضراراً لحقت بمنشأتين صناعيتين تسببت الانفجارات في اندلاع حرائق، وتضررت العديد من المنازل وخطوط الكهرباء في المدينة، إلى أن الحادثة لم يسفر عن سقوط ضحايا. قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تتطلع للتعاون مع ألمانيا لإنجاح تنظيم مؤتمر الأطراف المناخية 27 المقرر انعقاده نوفمبر المقبل في مصر. وأكد شكري خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الألمانية برلين ضرورة تعزيز العمل الاجتماعي والإرادة السياسية والمسؤولية المشتركة تجاه الأجيال المستقبلية والعمل بشكل فعال على الالتزام بجميع المسؤوليات في هذا الإطار. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية لقناة السويس، وشدد مدبولي على ضرورة تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة والمطروحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موجهاً بمضاعفة الجهد من أجل تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة لعدد من المشروعات خاصة بالهيدروجين الأخضر وترجمتها لعقود فعلية. نفت وزارة الصحة ما تردد عن رفض المستشفيات الحكومية استقبال حالات كورونا بسبب قلة الطاقة الاستيعابية لها، وأكدت استعداد المستشفيات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية لاستقبال أي حالات مصابة بفيروس كورونا، موضحة أن نسب الإشغال بالمستشفيات تسير وفق المعدلات الطبيعية. توج منتخب الفراعنة ببطولة إفريقيا لكرة اليد للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخ منتخب مصر. وكان المنتخب الوطني لكرة اليد قد حقق فوزاً كاسحاً بفارق 12 هدفاً أمام منتخب كاب فيردي بنتيجة 25-37 بنهائي بطولة أمم إفريقيا، وضمن بذلك تواجده في المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد لعام 2023 المقرر إقامتها في السويد وبولندا.